بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة قال والممكنات يعني قضايا الموجهة بالإمكان العام أو الخاص والمطلقات التي ليس لها جهة لا تنعكس لاحتمال أن يسلب وصف غير ضروري بالقوة أو بالفعل عما يكون ضروري الثبوت له كالكاتب عن الإنسان لغة بربرية هذه العبارة عما يكون ضروري الثبوت له يعني إذا عكست إذا عكست القضية نقع في الضرورة فلا يمكن سلب ما ثبت بالضرورة كالكاتب عن الإنسان جيد أحمل الكتابة على الإنسان تقول إنسان كاتب بالإمكان العام يعني ليس لا كتابة ضرورية له لا كاتب ليس ضروريا للإنسان فينفتح عليه قد يكتبها ويتصف بالكتابة أو تقول إنسان كاتب لم تشر إلى أي جهة الإطلاق هنا الذي يقع في مقابل الضرورة والإمكان ليس الإطلاق العام معنى الفعلية الإطلاق يعني عدم ذكر الجهة قلت لكم هذا الإطلاق مجازي تسامحي وليس بجهة سلب الجهة إذا كانت عندنا قضية موجهة بالإمكان الخاص والعام أو الإطلاق يعني غياب الجهة هذا ما عندها عكوس واضحه جدا ما عندها عكوس لماذا؟ واضحه المسأله عدم الدخول الى دار الوجود اذا ما دخلنا دار الوجود ما عندنا مبدأ الهويه حتى نحافظ عليه بقول المدرسيين سالب بانتفاء الموضوع هذا هو السر مبدأ الهويه ليس معيارا فارغا مبدأ الهويه يشير الى ثبات الهويه يعني الله تعالى حي فهذه الذات ثابته في تعينها ثابته في هويتها وثابته في تعينها ثبات الذات في هويتها هذا هو مبدا الهويه ثم تتعين بالحياه بالقدره بالعلم هنا ياتي مبدا الجوهريه هذا التعين لا قيمه له اذا لم تكن ذات ثابته ما دخلنا دار الوجود ما دخلنا دار الوجود حتى تاتي المعايير العقليه تحكم الفكر لان هي ماخوذه من اصل الوجود فلا معنى للعكس لا معنى للعكس اصلا اقول السالبه الكليه اذا كانت ممكنه سواء كانت عامه يعني بالامكان العام يستحي لا يستحيل نقي ظل محمول او خاصه يعني متساويه النسبة الى المحمول واللا محمول او مطلقه مطلقه اكتب هنا عدم الجهه يعني تقول الانسان كاتب او لا شيء من الانسان بكاتب مثلا بالقوه او بالفعل هذه بالقوه وبالفعل أنا عندي ما عندها معنى أنك يعني أنت تتحدث في عدم الدخول الفعلي إلى دار الوجود قوة والفعل ما عندنا عما يكون ضروري ثبوت له الـ الإمكان ليس ضروريا للموضوع فيمكن أن يسلب وممكن أن يثبت لكن إذا قلت الكاتب إنسان ما تقدر ما تقدر تسلب، لماذا؟ لأن لا كاتب بدون إنسانية، لأن الكتابة تعين بعد الهوية. نعم، فإذا عكست السلب تقول لا شيء من الكاتب بإنسان. الكاتب مبدأ الجوهرية، يعني بعد التعين. من الكاتب؟ هوية. ما هي؟ هوية الإنسانية. فهل سير الكاتب لا إنسان؟ مبدأ الهوية ينتفي. أقول سالب الكلية إذا كانت ممكنة بالإمكان العام أو الخاص سواء كانت عامة أو خاصة أو مطلقة نفي الجهة لا تنعكس سأتبين لكم الأمر لأنه يحتمل أن تكون لشيء خاصة غير ضرورية الثبوت له هذا هو عدم الامكان وحتى الجهة المطلق الإطلاق الإطلاق ليس جهة تسامحا الإنسان كاتب الكتابة خاصة ليست ضرورية له لا ضرورية الثبوت ولا الانتفاء فخاصية الكتابة لا هي ضرورية للإنسان ولا انتفاؤها ضروري للإنسان نعم لأنه يحتمل أن تكون لشيء خاصة غير ضرورية خاصة غير ضروري غير ضروري أحسن الثبوت له للشيء ويمكن سلبها عنه، تقول الإنسان ليس بكاتب، يمكن الإنسان ليس بنائم، يمكن الإنسان ليس بمؤمن، يمكن الإنسان ليس ببخيل، يمكن فإنه يصدق سلب تلك الخاصة عن ذلك الشيء بالقوة أو بالفعل يعني دخل إلى دار الوجود وليس له هذه الصفة نعم لا بالقوة ولا بالفعل، يعني ليس له شأنية الاتصاف تقول الإنسان ليس بحجر، أو له شأنية الاتصاف إلا أنه لا يتصف، تقول الإنسان ليس بكاتب. ولا يصدق سلبه عنها ولا يصدق سلبه يعني سلب الشيء عن تلك الصفة، إذا عكست قل لا شيء من الكاتب بإنسان، هذه كارثة. لأن يعني الكاتب ما هو؟ هوية إنسانية تعينت بالإنسان. وتقول ليس بانسان عدم ثبات الهويه يعني انتفاء مبدا الهويه كما انه يصدق يمثل بقضايا وجميل هذا التمثيل لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام والخاص او بالاطلاق ليس لا شيء من الانسان بكاتب وتسكت لا تذكر الجهه هذا يسمى الاطلاق الاطلاق الذي يقابل الضروره والامكان ليس الاطلاق العام الذي يدل على الدخول الوجودي ولا يصدق انظر هذا الاصل لا يصدق العكس لا شيء من الكاتب بانسان بالجهة من الجهات امكان عام امكان خاص إطلاق لان كل كاتب فهو انسان بالضروره من اين جاءت الضروره؟ يعني مبدا الهويه صنع هناك ضروره لا معنى لها لا معنى لها لان الجهات دائما في مبدا الجوهريه ضروره هنا بمعنى خلاف الـ إذا بنينا على هذا العكس نقع في التناقض إذا لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام بالإمكان الخاص بالإطلاق صحيح كتابة ليس ضرورية للإنسان يمكن يتصف يمكن لا يتصف عكسها تقول لا شيء من الكاتب بإنسان جيد المحمول ما هو الإنسان الموضوع ما هو الكاتب يعني شيء تعين بالكتابة الذي يساوي الإنسان المحمولي ليس الشيء المتعين بالكتابة شيء في حد ذاته ما هو إنسان فنقع في مبدأ الهوية سين ليس بسين ليس بسين والسر في تصور أنا هذه الجهات لا تشير إلى دار الوجود لا تشير الى دار الوجود بمجرد ان تاتي لها بعكس خلاف المنطق خلاف الواقع خلاف المعايير العقليه خلاف الحقيقه نعم فليس لها عكس من باب السالبه بانتفاع الموضوع موضوع العكس هناك غير موجود نعم غير موجود لان معناها الهوية تنتفي نعم هذا هذه المسألة واضحة إذا إذا أردت أن تطبق على المتن المحقق التوصي حتى يتضح لك قول قال والممكنات العامة والخاصة هذه تعرفها والمطلقات يعني عدم الجهة لا تنعكس هذا هو الدعوة لاحتمال مبدأ السبب الكافي تبيين لهذه الدعوة لاحتمال أن يسلب آه وصف غير ضروري بالقوة أو بالفعل يعني عنده الشهنية أو أصلا ليس له الشهنية عما يكون ضروري الثبوت له يعني وصف الكتابة يمكن أن يسلب بالإمكان العام بالإمكان الخاص بالإطلاق تقول الإنسان ليس بكاتب أو لا شيء من الإنسان بكاتب يمكن عما يكون ضروري ثبوت له يعني الكتابة تسلب عما هو ضروري لها ما هو ضروري لها هو الإنسان حين العكس تقول لا شيء من الكاتب بإنسان لا الكتابة الإنسان ضروري لها لماذا الكتابة تعين بدون متعين مستند هوية تعين يمكن أو لا يمكن لا يمكن لا شيء من الكاتب بإنسان معناه لا شيء من الإنسان بإنسان مبدأ الهوية ينتفي له كالكاتب من الإنسان نعم فتقول لا شيء من الإنسان بكاتب نعم الكتابة ليست ضرورية للإنسان بالإمكان الخاص بالإمكان العام يعيش طول حياته لا يكتب ممكن أو بالإطلاق تقول إنسان لا شيء من الإنسان بكاتب وتسكت ما تقول بالإمكان العام أو بالإمكان الخاص هذا هو الإطلاق ولا يصدق لا شيء من الكاتب بإنسان بجهة من الجهات في دائرة الإمكان العام الخاص والإطلاق لماذا لا شيء من الكاتب من الكاتب إنسان تعين بالكتابة فكأنك قلت لا شيء من الإنسان متعين بالكتابة بإنسان معقول ماذا يكون حمار ماذا يكون أسد حجر لأن كل كاتب هذا هو التعليل لأن كل كاتب فهو إنسان كاتب ما معنى إنسان تعين بالكتابة فهو إنسان بالضرورة قال وكذلك في الوصفيات كذلك في الوصفيات واعتبر واعتبر هنا يعني التماس واعتبر إمكان سلم سلب الكاتب بالقوة أو بالفعل عن متحرك اليد عن التحريك واعتبر امتناع عكسه نعم أقول الممكنات الوصفية ما معنى الممكنات الوصفية يعني المحمول يثبت للمحمول أو ينتفي عن المحمول إذا كنا في دائرة السوالب ببركة الوصف يعني الذات لوحدها لا تستدعي ثبوت المحمول ولا انتفاء المحمول إذا جاء الوصف للذات يعني الذات الموضوع بوصف فالمحمول يكون ممكنا هذا بالنسبة إلى الإمكان والوصفية وكذلك في الوصفيات واعتبر نعم الممكنات الوصفية أو المطلقات الوصفية المطلقات هنا بالمعنى اللاجهة اللاجهة يعني تقول جيم بوصف ما ب ما تذكر الجهه لان الاطلاق الاطلاق بهذا المعنى انتفاء الجهه فالمحمول يثبت لجيم او ينتفي لجيم تقول لا شيء من جيم ب ببركه الوصف او تقول كل جيم ببركه الوصف ب بأ. سلب ايجاب لا فرق اذا لم تكن عرفيه لم تكن عرفيه يعني لا تكون دائميه لا تنعكس في السلب ايضا لما مر مثاله لا شيء من متحرك اليد بكاتب بالامكان او بالاطلاق حين هو متحرك اليد لا شيء من متحرك اليد بكاتب بالامكان نعم ولا يصدق لا شيء من الكاتب متحرك بمتحرك اليد حين هو كاتب بالامكان العام دقق في القضيه الاولى لا شيء من متحرك اليد بكاتب بالامكان والاطلاق يعني حركه اليد آه ليس حركه اليد الكتابه لا تثبت بالضروره لمتحرك اليد ولا بالاطلاق. يعني بالامكان لان المتحرك اليد اعم من الكتابه قد يحرك اليد في البناء يبني او يسبغ. هل بضرورة تكون الكتابه؟ لا فيمكن انفكاك الكتابه عن متحرك اليد في الذي يسبغ في الذي يبني. نعم. يد تتحرك وليس في دارة الكتابة في دارة الصبغ في دارة البناء نعم يقول هذا لا ينعكس لماذا؟ لأنك إذا عكست القضية تقع في المشكل ولا يصدق العكس لا شيء من الكاتب بمتحرك اليد حين هو كاتب بالإمكان العام لا شيء من الكاتب بمتحرك اليد في الكاتب مدرج، ماذا؟ مدرج متحرك اليد، لأن الكاتب يجب أن يتحرك، تحرك يده، على الأقل أصابعه، حتى الكتابة على اللابتوب، على الحاسوب، لا شيء من الكاتب بمتحرك اليد، كأنك قلت لا شيء بمتحرك اليد، ليس بمتحرك اليد، نعم، وهذا مبدأ الهوية، ينتفي. لأن كل كاتب فهو متحرك اليد بالضرورة ما دام كاتبا واضحة جدا المسألة هذا ما في الكتاب وهو غير تام يعني لعل مرحل يناقش أستاذه لا. لأن مثاله هذا دل على عدم الانعكاس وصفيا يعني ببركة الوصف قلت لكم المنطق الحديث تخلص من الألفاظ وما تجره الألفاظ إلى ذهننا من المعاني فأنت تركز على المعاني وتنفي الصورانية المنطقية، تخلصوا من هذا الأمر وابتكروا ما يسمى بمنطق القضايا ومنطق المحمولات أجمل وابهى من المنطق القديم، وإن كان المنطق القديم فيه من الكنوز الكثير يعني من يتقن المنطق الحديث يدرس المنطق القديم بطريقة أروع نعم أروع ولكن الذي يتقن المنطق القديم ليس بالضرورة أنه يتقن المنطق الجديد لكن من يتقن المنطق القديم جيدا ينفتح على المنطق الجديد بطريقة رائعة قوية نعم لأن هذه الخلفيات كلها عنده لعل ما يقول لا هذا ما في الكتاب يعني في النص في المت وهو غير تام لان مثاله هذا دل على عدم الانعكاس وصفين نعم والاقرب في المثال ان يقال يصدق لا شيء من الانسان بكاتب حين هو انسان بالامكان او الاطلاق لا شيء من الانسان بكاتب حين هو انسان نعم لا شيء من الإنسان بكاتب الكتابة ليس ضروري للإنسان قد يكتب وقد لا يكتب سلبة معقولة لا شيء من الإنسان بكاتب حينو إنسان قد تجد مصادق من الناس لم تكتب طول حياتها نعم ولا يصدق العكس لا شيء من الكاتب بإنسان مطلقا بشيء من الجهات نعم لأن الكاتب ما هو؟ الكاتب هو الإنسان متعين بالكتابة هذا مستحيل أن تسلب عنه الآن سبيل هذا ما بناه المحقق الطوسي والتقرير التام هنا ان نقل. ياتي بتقريره الاعلام المطلقات اخصها الوقتيه لماذا اخصها الوقتيه؟ لماذا ليس اخصها يعني مطلق الدخول العرفيه العرفيه الخاصه معليش لان اخص من المنتشره التي هي اخص من الوجوديه إلا دائميه الوجوديه الدائمة يعني الفعليه في مقطعين التي هي اخص من الوجوديه اللا ضروريه واذا لم ينعكس الاخص لا ينعكس العام لان لازم العام لازم للخاص طبعا كل ما كان لازما لما هو اعم كل ما يدخل تحت الاعم هذا اللازم ياتي نعم هذا لازم يأتي نعم لازم الحيوان لازم للإنسان الحيوان يتحيز الإنسان يتحيز هذه النشأة وإنما لا تنعكس الوقتية لأنه يصدق قولنا لا شيء من القمر بمنقصف بالضرورة وقت التربيع لا دائما نعم ولا يصدق لا شيء من المنقصف بقمر بجهة من الجهات لا شيء من, من 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 المنخصف بقمر جهه من جهات المنخصف هو القمر، القمر متعين ب تعين العلم الحلي هنا انه بنى على الوقتيه هي اخص والوقتيه تنتمي الى الدخول الوجودي انا في تصوري والله اعلم أن العلم الحلي خلط بين المطلقة التي تقع في مقابل الضرورة والإمكان يعني اللاجهة هذه المطلقة المجازية مع المطلقة التي هي معنى الدخول دار الوجود المطلقة العامة أو الخاصة نعم المهم هذا مبنى العلم الحلي اعيد التقرير والتقرير التام هنا ان نقول يعني المطلب الصحيح المطلقات اخصها الوقتية هل هو يقصد المطلقة التي دخل دار الوجود او المطلقة عدم الجهة لا ادري لان اخص من المنتشرة المنتشرة يعني ملأت المناطق المتعددة اتنفس اتنفس صباح مساء ليل اما في وقتية يعني اتخذت وقتا خاص ثانية مثلا طبعا المنتشرة اعم لان الوقتية اخص من المنتشرة التي يعني المنتشرة اخص من الوجودية اللا دائمية الوجودية يعني الدخول غير الدائمي يعني الدخول في مقطعين نعم التي هي اخص من الوجودية اللا ضرورية نعم يعني الوجوديه لا ضروري يعني دخول غير ضروري، يعني يمكن أن يرفع. وإذا لم ينعكس الأخص لا ينعكس الأعام. لأن يعني الأخص داخل تحت, تحت الأعام. إذا لم ينعكس فالدائرة كلها لا تنعكس. إذا انعكس الأخص ينعكس الأعام. لأن الداخل داخله. وإذا لم ينعكس الأخص لا ينعكس الأعم يعني إذا لم تنعكس الوجودية لا ضرورية لا تنعكس الوجودية لا دائمية لا تنعكس المنتشرة لا تنعكس الوقتية نعم وإذا لم ينعكس الأخص لا ينعكس العام هذه قاعدة منطقية لأن يعني الأعم يدخل تحته الأخص فحكم الأخص هو حكم الأعم إذا كان الأخص لا ينعكس الأعم لا ينعكس منطقية مبدأ التناقض هو الحاكم لأن لازم العام لازم الخاص الحيوان عنده لازم والحيوان في متن الإنسان هذا اللازم يسري في الإنسان وإنما لا تنعكس الوقتية لأنه لماذا الوقتية لا تنعكس حتى يتم برهانك لأنه يصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخصف بالضرورة وقت التربيع لا دائما يعني خارج الحيلولة القمر لا ينعكس لكن ليس دائما عنده وقت ينعكس فيه آه ينخصف فيه ولا يصدق لا شيء عكسها لا شيء من القمر بمنخصف عكسها لا شيء من المنخصف بقمر بجهة من الجهات لا أبدا لا شيء من المنخفض بقمر كانك قلت لا شيء من القمر المتعين بالخصوف منخصف لا شيء بالقمر المتعين بالخصوف قمر مبدا التناقض مبدا الهويه ينتفي اذا اكتب هذه القاعده الذهبيه العكس مطلقا باي جهه كانت ما عدا الموارد التي ليس فيها, فيها انعكاس وهي الممكنة الخاصة والعامة والمطلقة عدم الجهة مشروعية الدليل هو مبدأ الهوية مبدأ الهوية يعني مبدأ الهوية يعطي المشروعية للأصل في مقام الواقع في النظم التحققي والأصل يعطي المشروع يعني دليل من هنا نصل إلى العكس يعطي المشروعية في مقام النظم المنطقي النظم الإدراكي والمعرفي للعكس نعم قال وأما السالب الجزئية فلا تنعكس للصحة سلب الخاص عن بعض العام وامتناع وامتناع عكسه سالب الجزئية تقول يعني بعض باء ليس بجيم بعض باء ليس بجيم المفروض العكس بعض جيم ليس ليس بباء يعني الهوية إذا بنينا على عكس السالب الجزئية الهوية في بعض الموارد تنتفي هل الهوية تنتفي في جميع الموارد؟ أبداً هذا هو بدأ الهوية يعني العلاية الإلهية إذا خلقت المخلوقات تعتني بهويتها على مستوى دائرة هويتها يعني تبقيها ثابتة بشرط الخلق طبعاً كما يقولون كما يقولون بشرط التواجد فالهوية تحفظ واذا تعينت بتعين بتعينات تلازم ذاتها يعني من شؤوناتها كذلك هذه تعينات تحفظ فيستقر الوجود ثم المعرفة تاتي مطابقة لذلك الوجود اما اذا كانت الهوية في كل ان تتغير وتعينات في تعيناتها في كل ان تتغير انت ما تقدر تعيش ولا تقدر تفهم الواقع الماء في في لحظة ما في لحظة أخرى ليس بماء الماء في لحظة يرفع العطش في لحظة ما لا يرفع العطش يعني الهوية غير ثابتة نعم أقول وأما السالبة الجزئية فلا تلعكس يعني بعض باء ليس بجيم لا تقول بعض جيم ليس بباء لصحة سلب الخاص عن بعض العام نعم سلب الخاص عن بعض العام و صحة امتناع عكسي أقول السوالب الكلية نعم لا تنعكس كالممكنات والمطلقات هذه بيناها لا لا تنعكس جزئية وهو ظاهر للنقض بما ذكر في الكلية ولأن لازم العام لازم الخاص هذه بيناها وأما السوالب التي تنعكس كلياتها فغير الخاصيتين لا تنعكس لأن الضرورية أخص وهي لا تنعكس وإذا لم ينعكس الخاص لم ينعكس العام وبيان أن الضرورية لا تنعكس أنه يصح سلب الخاص عن عن بعض أفراد العام بالضرورة نعم يمكن يمكن سلب سلب الخاص من العام يعني العام بعضه ليس له ليس له مواصفة خاصة نعم وإن كانت مصادق العام لها هذه المواصفة ولا يصدق العكس كما يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان بعض الحيوان ليس بإنسان واضحة جدا الحمار لكن بعض الإنسان ليس بحيوان هذا محال لماذا؟ لأن الإنسان داخل داخل الحيوان إنسان داخل في عمق الحيوان. نعم، فسلب الإنسان من الحيوان كأنك قلت الحيوان ليس به حيوان. دائما مبدأ الهوية هو الجميل. إذا السالبة الجزئية لا تنعكس. نعم. بعض باء ليس بجيم، ما عندك تحط حق تقول بعض جيم ليس بباء. لأن يعني جيم قد يكون عام تقول بعض باء ليس بجيم يعني بعض الحيوان ليس بإنسان جدا معقول هنا الموضوع عام المحمول خاص عكسها تقول بعض الإنسان ليس بحيوان بعض الإنسان ليس بحيوان حيوان ما معنى معنى الحيوان ليس بحيوان أو الإنسان ليس بإنسان مبدأ الهوية الحيوانية تنتفي مبدأ الهوية الإنسانية تنتفي من هنا لا تنعكس إذا اكتب الملاك هو مبدأ الهوية يعني تنتفي والملاك أن المحمول قد يكون خاص نعم ولهذا يقول وأما السالب الجزئية فلا تنعكس لصحة سلب الخاص عن بعض العام سلب الخاص عن بعض العام و لصحه سلب ولامتناع عكسي سلب الخاص عن بعض العام كما في المثال عن بعض العام تقول بعض الحيوان اسلب منه الخاص ليس بانسان سلب الخاص عن بعض الحيوان يعني سلب الانسان عن بعض الحيوان بعض الحيوان هذا هو العام ليس بانسان. عكسها تقول: بعض الإنسان ليس بحيوان، غير معقول، إن الحيوانية تشمل على.. تشمل الإنسان، إذا السر في هذا هذه الفقرة، عدم إنعكاس السالبة الجزئية، تقول: مبدأ الهوية ويمكن أن يكون المحمول أخاص من الموضوع، فلا ينعكس. لأنه إذا انعكس يؤدي إلى انتفاء الهوية مثاله رائع جدا بعض الحيوان ليس بإنسان الإنسان أخص أم لا إنسان يعني المحمول أخص عكسها بعض الإنسان ليس بحيوان معنى الإنسان ليس بإنسان الحيوان ليس بحيوان إذا ملاك عدم الانعكاس البعيد هو مبدأ التناقض القريب هو أن المحمول في الأصل يكون أخص يكون أخص نعم. إذا عكست صار بعض الإنسان ليس بحيوان. كارثة، يعني ليس بإنسان. الإنسان ليس بإنسان والحيوان ليس بحيوان. نعم. قال: إلا في المشروطة والعرفية الخاصتين يأتي إن شاء الله بيانه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد